كتب رسائل الحكمة التي كانت دائما مثار جدل على غرار الكثير من الكتابات السرية للمذاهب الأخرى. بعض هذه المذاهب قد اعتمدت منذ القرن التاسع مبدأ التعمية في تدوين أفكارها وحقائقها لحماية نفسها، واستمرت بذلك قرونا طويلة. فهل اعتمدت دروز المبدأ نفسه؟ وأية حقائق تحملها هذه الرسائل ليحاول الدروز إخفاءها؟ هذا التاريخ مليء بالقصص الممتعة جدا من حيث ماذا يعمى، لأنه ما يعمى عادة يكون موضوع مهم أو موضوع مثير أو موضوع لا يجب أن يطلع عليه الكثير. وطرقها إذن بدأت بطريقة بسيطة، أنه نأخذ الحرف ونستعيد عن الحرف بحرف آخر أو رمز آخر، والنص المكتوب يكتب إذن بشكل آخر لا يمكن أن يقرأه إلا من يعرف المفتاح. هناك طرق أخرى كثيرة أعقد سماها العرب التعمية البديعية أو التعمية اللغوية، ومنها أنواع عديدة: الإخفاء، التورية، الرمز، اللحن. فتقرأي نص فيمكن أن تعودي لما المقصود منه بأن تفهمي طريقة التورية والأسس المستعملة فيها. وعادة نسميها القاموس أو المعجم، أي يكون لكل كلمة، هذه أبسط الطرق، لكل كلمة يكون ما يقابلها من كلمة أخرى. فلذلك الكثير من الكتب اللي ممكن أن نقول هي لطوائف باطنية كرسائل الحكمة أو رسائل طوائف عديدة في هذا المجال، العودة من الرسالة وادعاء أن معناها كذا، هنا مفتوح الباب لأن تؤولي ما تريدين. إذا لم يكن هناك قاموس يقول أنه ما نقصد دائما بهذه الكلمة هي هذه الكلمة ومتفق عليه وموثق، لأنه إذا أخذت كل الرسائل وطبقت هذا القانون يجب أن يكون تفسر كلها بنفس التفسير. هذا صعب أن تثبتيه على كثير من الرسائل التي تؤول كل يؤولها حسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لفترة التأويل. رسائل الحكمة لم تطبع قط، وقد نسخت باليد جيلا بعد جيل على مدى 1000 عام. خلال الحرب اللبنانية الأهلية زعم أن رسائل الحكمة وشروحاتها قد سرقت، وقد تم نشر بعض الدراسات التي تفسر محتوياتها، لكن مشايخ الدروز أنكروا بشدة صحة ما كتب ونشر من هذه الرسائل وتفسيراتها. للمرة الأولى تعرض على الشاشة صور لبعض هذه الرسائل، فهل ما جاء فيها يقرأ بحرفيته أو هو كلام مرمز يقصد به معنى آخر؟ لا يمكن الحديث عن هذه الحقائق وعرضها أمام النفوس غير المستعدة لتلقيها، لأنها يجب أن تكون هذه النفوس مستعدة نفسيا وروحيا وعقليا لتلقيها، وإلا إذا بدأت تنعرض أمام الكل يمكن أن يحدث سوء فهم، وبالتالي إن سوء الفهم هذا يؤذي هذه الحقيقة من جهة ويؤذي من يعلمها من جهة أخرى. وهذه كمان بفسر إلى حد بعيد التصرف الموحدين في أنهم ينغلقون على أنفسهم لأنه لا يستطيعون البوح بكل ما يعتقدونه أمام الجميع، لأنه مش كل الناس على نفس السوية في فهم هذه المعارف وهذه المقاصد.